مرحبا بكم في قناة عبدو سبورت ديزاد. بعدما كان محاربي الصحراء على موعد من أجل لعب مباراتين خلال شهر مارس الحالي ضد منتخب زيمبابوي ذهابا وإيابا، إلا أن وباء فيروس كورونا أجل كل المباريات وأوقف أغلب البطولات الأوروبية والمحلية إلى مواعيد لاحقة. وحسب آخر الأخبار من داخل بيت الاتحادية الإفريقية، فإنه في حال تم السيطرة على هذا الوباء وعودة أغلب البطولات المحلية الأوروبية والإفريقية لممارسة كرة القدم بصفة عادية، فإن المباراتان اللتان تم تأجيلهما في وقت سابق سيتم برمجتهما، واحدة خلال شهر جوان والثانية خلال شهر سبتمبر المقبل، وهذا حسب تواريخ الفيفا. جدير بالذكر بأن هناك جمعية خيرية مكونة من اللاعبين الجزائريين المغتربين وكذلك المحليين بما فيهم اللاعبين السابقين للمنتخب، تبرعوا بالمستحضرات الطبية وكذلك الأموال من أجل إعانة الجزائر والمساهمة في القضاء على وباء فيروس كورونا.